عسلامة، مرحبا بيك. في الفيديو هذه باش نحكي على بكتيري اللي هي الكلوستريديوم تيتاني، واللي هي تعطي باثولوجي نسميوها التيتانوس. به البكتيري هذه داخلة في العائلة متاع الكلوستريديوم اللي حكينا عليهم، هما دي باسيل جرام بوزيتيف واللي هما انيروبي ما ينجموش يعيشوا في الاكسجين. وحكينا انه في العائلة هذه عندنا بروسيسوس متاع سبوريلاسيون. في البروسيسوس متاع سبوريلاسيون قلنا انه البكتيريا عندها فورم فيجيتاتيف اللي هي الفورم الحيه اللي تتكاثر اتترا، واللي هي اذا كان عرضوها ظروف صعيبه مثلا سخانه والا انتيبيوتيك باش تتحول لسبور اللي هي فورم ريزيستونت للحكايه هذوما. السبور في حد ذاتها اذا كان جاوها ظروف باهين مثلا ماكله باش ترجع للفورم فيجيتاتيف. هذا هو شنو البرانسيب متاع سبوريلاسيون. وقلنا انه لي سبور نتاع الكلوستريديوم تيتاني عندهم فورم سبيسيال، عندهم الفورم هذيا اللي سميناها درام لايك ابييرنس، اللي هما كيما هكوما الحاجات اللي اون فيت نضربوا بهم على الطبله. هذا هي لي سبور نتاع الكلوستريديوم تيتاني. لي سبور نتاع البكتيريا هذيا اون فيت موجودين في الطبيعه بارتو، مثلا في التراب، وان فيت فما بلاصه وين نلقاوهم برشا هما اون فيت الحديد المصدد، مثلا المسامر المصددين وين باش نلقاو برشا لي سبور نتاع الكلوستريديوم تيتاني. اون فيت اذا كان واحد يبدا يمشي ويعفص على حديد مصدد مثلا مسمار مصدد، هكوما لي سبور ينجموا يدخلوا في الجرح ويعملوا التيتانوس. هوني اون فيت لي فورم نتاع التيتانوس دو لادولت عند واحد كبير، هذا كيفاش ينجم يصير له تيتانوس. فما باثولوجي اخرى اللي هي التيتانوس نيوناتال. تيتانوس نيوناتال اش معناتها؟ معناتها تيتانوس عند واحد مازال كيتولد. هذا كيفاش يصير؟ اون فيت اذا كان باش نولدوا واحد نستعملوا ماتيريال اللي هو ماهوش السليل، الماتيريال هذايا ينجم يكون فيه لي سبور نتاع الكلوستريديوم تيتاني اللي هما ينجموا يتعداو لصغير ويعطيو التيتانوس نيوناتال. هذه هي شنو هي الباثولوجي نتاع التيتانوس. دونك فيها فورم نتاع الادولت اللي هي تصير انه فوا واحد يعفس على حاجه مصده مثلا، والا تصير في الفورم نيوناتال اذا كان نستعملوا ماتيريال اللي هو ماهوش سيري. هذا هو شنو البرانسيب. به دونك توا هيت نفهموا الفيزيوبات نتاع البكتيريا هذيا. اون فيت البكتيريا هذيا باش نحكيوا على الفورم ادولت انه فوا واحد يعفس مثلا على حاجه مصده باش يدخلوا لي سبور للجرح اللي باش يسبوا المسمار هذايا. به انه فوا باش يدخلوا لي سبور باش يلقاو الظروف المناسبه باش يتحولوا للفورم فيجيتاتيف. علاش؟ على خاطر باش يلقاو الماكله، والماكله هوني هو الحم نتاع السيد هذايا التيسيو نتاعو، وباش يلقاو ظروف وين ما فماش اكسجين. نعرف ان البكتيريا هذيا انايروبي. علاش ما فماش اكسجين؟ على خاطر اون فيت كي تتجرح اللي يصير هو انه باش تضربوا كلكو فيسو اللي هو باش يخلق بلاصه صغيره اللي ما يوصلهاش الاكسجين بالباهي، على خاطر لي فيسو هما لي سيبوزي يوصلوا الاكسجين للي تيسيو. به انه فوا تحصلنا على الفورم فيجيتاتيف نتاع الكلوستيديوم تيتاني، الفورم فيجيتاتيف تنجم تتكاثر دونك باش تعطينا دي كوبي من روحها. به هوني رمارك مهمه، اون فيت الفورم فيجيتاتيف نتاع تيتانوس ما هيش الحاجه الخطيره. الحاجه الخطيره في البكتيريا هذيا هي ان الفورم فيجيتاتيف تنجم تصنع دي توكسين قويين برشا، اللي هي اون فيت التوكسين تيتانيك. هذه هي التوكسين اللي نحكيو عليها. هتنفهموا توا التوكسين هذيا شنو باش تعمل. التوكسين هذيا باش تمشي في العروق في الفيسو سونغا، باش تمشي لبلاصه معينه اللي هي جونكسيون نورو موسكولير، اللي هي دونك الزون ما بينات الموسكل وما بينات لي نورون. في جونكسيون نورو موسكولير شنو باش يعملوا لي توكسين؟ اون فيت باش يعملوا حاجه اسمها الترونسبور ريتروغراد. اش معناتها الترونسبور ريتروغراد؟ معناتها اون فيت باش يمشيو من الاطراف نتاع الاكسون وباش يرجعوا للكور سيلولار. هذا هو الترونسبور ريتروغراد. الترونسبور ريتروغراد هي حاجه فيزيولوجيك. اون فيت عندنا دي سبستانس وين اللي هما اون فيت يمشيو من الاطراف نتاع الاكسون ويرجعوا للكور سيلولار، ويستعملوا اون فيت برانسيب نتاع ترونسبور ريتروغراد. اللي باش تعمل التوكسين هي اني باش يتهاكي البروسيسوس هذايا، وباش تستعملو باش ترجع من الطرف نتاع الاكسون للكور سيلولار كيما هكايا. به دونك باش نزيدو نفهمو اكثر على الفيزيوبات نتاع التوكسين هذيا، لازمنا نفهمو دونك الاناتومي نتاع الفيسو بيراميدال. اول حاجه شنو هو الفيسو بيراميدال؟ الفيسو بيراميدال هو سيركوي نتاع الدينورون يسمح لنا انو نعملو الموفمون فولونتير. معناتها مثلا اذا كان نحرك يدي هكايا، راني قاعد نستعمل في الفيسو بيراميدال باش نحرك يدي. وهيت نعرفوا توا الاناتومي نتاعو. اول ما يبدا الفيسو بيراميدال باش يبدا بنورون تخرج من الكورتكس اللي نسميوها الموتو نورون سوبيريور. هالنورون هذيا باش تبعث الاكسون نتاعها اللي هي باش تهبط،
في وسط الميديولا هل الاكسون هذه اون فيت باش تمشي للجهه الاخرى؟ اذا كان هي خرجت من اليمين باش تمشي للجهه اليسار، بحيث انه الموتور نورون سوبيريور اللي هي على اليمين باش تنيرفي الجهه اليسار نتاع البدن. هذا هو شنو البرانسيب، باش تهبط من بعد وباش تمشي للكون اونتيريور في السيبسونس غريز اللي هي الزون هذه، وين باش تلقى موتور نورون اخرى نسميوها الموتور نورون انفيريور، والا زاد نسميوها موتور نورون الفا. الموتور نورون الفا هذه في حد ذاتها باش تخرج وباش تمشي ديريكتومون للميسكل، وين باش تعمل الاكسيتاسيون نتاع الميسكل اللي هو باش يكونتراكتي. هذا كيفاش نعملو دونك موفمون فولونتير به. دونك البروسيسوس هذه فيه دونك فيه ديفران اللي هو ما يخليش ان الكونتراكسيون تصير برشا. شنو هو الفران هذايا؟ اون فيت الفران هذايا عندنا اون انتر نورون اللي هي انتر نورون انهيبيتريس. اون فيت ريت الاكسون نتاع الموتور نورون انفيريور باش تخرج طرف منها، طرف من الاكسون هذه، وباش تمشي تي نيرفي نورون اخرى اللي نسميوها انتر نورون. هالانتر نورون هذه باش تبعث الاكسون نتاعها وباش ترجع للكور سيلولار نتاع الموتور نورون انفيريور الفا. في السينابس هذايا ما بينات الانتر نورون والموتور نورون انفيريور، اون فيت هالانتر نورون باش تسيب دي نورو ترانسميتور اللي هما انهيبيتريس اللي هما زوز الجابا والجليسين. هذا اون فيت الفيزيولوجي العاديه نتاع كيفاش نعملوا موفمون فولونتير به. دونك شنو هو البروسيسور اللي باش يصير؟ هو انه اذا كان عندي اكسيتاسيون نتاع الموتور نورون سوبيريور، الاكسيتاسيون هذه باش توصل للموتور نورون انفيريور اللي هي باش تبعث بوتونسييل داكسيون اللي باش يوصل للميوسكل. ولكن البوتونسييل داكسيون هذايا كيما باش يتعدى من هوني باش يتعدى من هوني وباش يوصل يكسيتي الانتر نورون اللي هي اون فيت باش يتخرج دي نورو ترانسميتور انهيبيتريس كيما الجابا اللي هما باش ينهيبيو الموتور نورون الفا وما يخليوهاش تبعث بوتونسييل داكسيون برشا برشا. دونك هذا كيفاش البروسيسوس العادي. توا نمشيو نحكيو على التوكسين تيتانيك. التوكسين تيتانيك دونك شنو باش تعمل؟ هي اني باش تجي في جونكسيون نورو موسكولير وباش ترجع بالتوالي، وفايت باش ترجع بالتوالي وتنجم توصل لهل انتر نورون وتنجم تنهيبي هل سيكريسيون نتاع الجابا والجليسين. اللي باش يصير هو انه ما عادش فما انهيبيسيون نتاع الموتور نورون الفا. شنو باش يصير؟ هو باش يصير انه اكسيتاسيون كبيره باش تصير بالموتور نورون الفا باش تبعث دي بوتونسييل داكسيون برشا على خاطرها ما عادش انهيبي، وهذا اون فيت باش يعطينا سبازم مسكولير. الميسكل باش كونتراكتي من غير انهيبيسيون. هذه هي شنو الفيزيوبات نتاع التوكسين تيتانيك. نمشيو توا نراو لي سيني كلينيك نتاع تيتانوس. هوني عندي لاناتومي نتاع سيستم نيرفو. دونك عندنا فيه دي نورون اللي هما طوال وعندنا فيه دي نورون اللي هما قصار به. دونك كيما تعرف التوكسين تيتانيك لازمها تسافر من جونكسيون نورو موسكولير مثلا من هوني من الميسكول نتاع اليد وترجع اون فيت للكور سيلولير نتاع نورون باش تعطي لاتات نتاعها. دونك حسب رايك شكون باش تصير لاتات نتاعو الاول؟ النورون طويل كيما هذه ولا النورون قصيره كيما هذه؟ النورون القصيره. دونك النورون القصار نلقاهم مثلا موجودين في الوجه. دونك من اول لي زاتات اللي باش نلقاهم هي لاتات مثلا نتاع التروزموس، وين باش نلقاو انه السيد هذايا الفم نتاعو باش يتسكر وما ينجمش يحلو، وهذا جاي اون فيت من الكونتراكتور نتاع لي موسكول اللي سوبوزي نمضغو بهم به. دونك هذه اول حاجه التروزموس ينجم يتطور ويعطينا اون فيت ريسوس سالدونيكوس اللي هو جاي من التروزموس في حد ذاته، ولكن باش تزيد انه فما كونتراكتور نتاع الميسكول نتاع الوجه. هذا هو ريسوس سالدونيكوس به. السبازم هذايا باش يهبط بالسياسه بالسياسه وينجم يوصل يمس اون فيت لي موسكول نتاع الرشيس. علاش؟ على خاطر كيف كيف لي موسكول نتاع الرشيس ريلاتيفمون اقرب للكور سيلولير نتاعهم، دونك فريمون اقصر. دونك باش يعطينا اون اتات اللي نسميها الاوبيستوتونوس. دونك الاوبيستوتونوس هي المنظر هذايا اللي هو دونك حطوها في بانتور اللي هو دونك السيد هذايا عنده كونتراكتور نتاع الموسكول نتاع الرشيس به. دونك بخلاف هذايا باش تكمل هل لي كونتراكتور هذوما باش يوليو جينيراليزي اون فيت الخطر نتاعهم انو نجمو يمسو لي ميسكو ريسبيراتوار ويخليو السيد هذايا ما عادش ينجم يتنفس. دونك هذا هما لي سيني كلينيك نتاع التيتانوس به. توا كيفاش نداويو التيتانوس؟ اول حاجة عندنا فاكسان للتيتانوس. كيفاش الفاكسان هذايا نصنعوه؟ اون فيت نجمو نشدو التوكسين تيتانيك نعديوها على سيبتونس كيميك اللي هي الفورمالديهيد باش نتحصلو على انا توكسين. انا توكسين معناتها توكسين انكتيفي. دونك اش معناتها توكسين انكتيفي؟ معناتها باش تحافظ على ستركتور نتاع التوكسين اما هي ما عادش فعاله، ما عادش عندها الفيه نتاع التوكسين في حد ذاته. اون فيت
هل انا توكسين باش نعطيوها كفاكسان اون فوا باش نعطيوها كفاكسان باش نصنعوا دي زونتيكور اونتي توكسين تيتانيك اللي هما ينجموا يشدوا التوكسين الحقيقيه وينوتراليزيوها ما عادش يخليوها تخدم. هذا هو لو برينسيپ نتاع الفاكسان. هوني عندي الكالندريي فاكسينال نتاع تونس وكما ترى اون فيت نلقحوا كونتر التيتانوس قداش من مره ا 2 موا ا 3 موا ا 6 موا ا 18 موا حتى لين نوصلوا 18 عام. اون فيت نورمالمون حتى بعد 18 عام كل 10 سنين نكملوا نلقحوا بهال اناتوكسين. مثلا انا نذكر انو سيبوزي نمشي نعمل فاكسان اونتي تيتانيك خاطر صار لي 10 سنين ملي عمل 18 عام. دونك هذا هو شنو هو البرانسيب نتاع التوكسين تيتانيك. به دونك هذا واحده من الحاجات اللي نستعملوهم باش نحاربوا التيتانوس واللي هي حاجه تري زيفيكاس الفاكسيناسيون كونتر التيتانوس. واحد ملقح اقل من 10 سنين ما هواش باش يمرض بالتيتانوس. هذا هو شنو البرانسيب. به بخلاف هذايا اللي فابورابل انو نلقحوا النساء اللي هما اون غروسيس. علاش؟ على خاطر اون فيت اون فوا باش نلقحوهم باش يصنعوا دي زونتيكور اونتي تيتانوس اللي هما اون فيت دو تيب اي جي جي واللي هما اون فيت ينجموا يتعداو للبلاسنتا ويمشيو للبيبي. اون فوا يمشيو للبيبي ينجموا يحميوه من التيتانوس نيوناتال اللي حكينا عليه في الاول. الفاكسان سيبوزي يعمل بريفونسيون نتاع التيتانوس، ولكن اذا كان جا باسيون اللي هو ديجا عنده تيتانوس ديجا عنده لي سيني كلينيك نتاع تيتانوس وقتها الدياغنوستيك باش نعملوها كلينيكمون فماش حاجه بيولوجيك باش نطلبوها وباش نبداو نعطيوه التريتمون نتاع تيتانوس. التريتمون نتاع واحد ديجا مريض بالتيتانوس اللي هو متكون من شنو؟ متكون من انتيبيوتيك اللي هو المترونيدازول اللي هو اون فيت انتيبيوتيك يخدم على ليزانيروبي. وكما قلت الكلوستريديوم تتعني هي بكتيري انايروبي. حاجه ثانيه باش نستعملوا لي زونتي سبازموديك اللي هما يحاربوا لي سبازم اللي نلقاوهم في التيتانوس. حاجه ثالثه باش نعطيو حاجه اللي هي اونتي توكسين تيتانيك وهذا اهم حاجه في التريتمون. هذوما دي زونتيكور اللي هما باش يمشيو يشدوا هذيك التوكسين اللي هو موجودين في بدن العبد هذايا اللي هو مريض بالتيتانوس وما يخليهمش يخدموا. دونك هذه اهم حاجه في التريتمون. الحاجه الرابعه هو انه ساعات نسحقوا نعملوا اون انتوباسيون. علاش نسحقوا نعملوا اون انتوباسيون؟ اذا كان السيد هذايا متقدم في الباثولوجي نتاع تيتانوس نخافوا انه يعمل اون سيفيزونس ريسبيراتوار ما عادش ينجم يتنفس. دونك فيسا لازمنا ننتوبيوه قبل ما يديفلوبي هال انسيفيزونس ريسبيراتوار. به دونك هذه الكوندويتا تونير اذا كان واحد ديجا مريض بالتيتانوس. توا فما حاله اخرى اذا كان واحد تضرب مثلا تجرح بمسمار وقتها شنو باش نعملوا؟ اسكو باش نعطيوه اونتي توكسين تيتانيك؟ اسكو باش نعطيوه فاكسان؟ شنو باش نعملوا بالضبط؟ به وقتها لازمك تشوفوا اخر دوز نتاع فاكسان وقتاش خذاها. اذا كان صار له اقل من 10 سنين من اللي هو خذا الدوز نتاع الفاكسان انت متهني عليه ماهوش باش يعمل تيتانوس. اذا كان صار له اكثر من 10 سنين من الفاكسان وقتها باش يتخاف. به وقتها باش تعطي تريتمون حسب نوعيه الجرح اللي عنده حسب الريسك نتاع تيتانوس. اذا كان الريسك نتاع تيتانوس شويه وقتها جوست باش تعطي الفاكسان اونتي تيتانيك، واذا كان الريسك نتاع تيتانوس كبير وقتها باش تعطيه الفاكسان اونتي تيتانيك وباش تعطيه الاونتي توكسين تيتانيك. كيفاش تعرف الريسك نتاع تيتانوس شويه ولا برشا؟ هذا حسب نوعيه الجرح. اذا كان الجرح عميق وكبير اذا كان صار مثلا في اكسيدون وقتها باش تقول انه الريسك نتاع تيتانوس كبير وباش تعطي هذوما زوز. بالطبيعه هل لي تريتمون كل اللي حكيت عليهم ما يصيروا كونش اذا كان السيد هذايا صار له اكثر من 10 سنين من اللي خدم الفاكسان على خاطر الفاكسان اون فيت يحمي توتالمون من التيتانوس. هذا هو شنو البرانسيب وهذا فيديو اليوم ان شاء الله نكون عاونتك.